السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، إذا واحد عنده بلاك سويتش وذني يعني يريد يطلعني يفتح البراغي وذني مسدودات يعني بقوة ما يقدر يفتحن، فعندي فكرة كلش بسيطة هسه شوفوا شلون تطلعن بسهولة وما يتلفن. لاحظ عزيزي المشاهد عندك هسه ذني ما يطلعن، لأن يعني بدلنا فيه يبين بهن، فتجيب اصبع السيليكون نفس هذا، هذا السيليكون متوفر يعني موجود بالسوق، المفروض بكل بيت موجود هذا اصبع السيليكون، تخلي بيه شوية حرارة من هنا يعني شوية موعه، وبعدين تخليه فوقها على هذي من تثبت انه بتسحبها. هسه هاي خليها شوية على الكاوية يعني شوية بس تحمي تلزق بيها وتطلع. لاحظ